نرحب بضيف حصادنا سيد محسن السعدون نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. سيد محسن أهلا بك معنا في الحصاد. يعني بداية، هل صار موقف الكرد من الذهاب إلى الاستفتاء ومن ثم إلى الاستقلال أقوى أم أضعف بعد تحرير موصل؟ ألو سيد محسن، هل تسمعني؟ أسمعك. أعيد عليك سؤالي وتحيتي سيد محسن السعدون. يعني بداية، هل صار موقف الكرد من الذهاب إلى الاستفتاء ومن ثم الاستقلال أقوى قبل أم بعد تحرير موصل؟ هو بالتأكيد تحرير الموصل علامة مهمة جدا في هذه المرحلة، وتحرير هذه المدينة من داعش هو يعني كان الهدف الجميع، هدف العرب وهدف الكرد، بأنه يجب القضاء على داعش في هذه المدينة. أنا أعتقد ما بعد داعش وعندما تتحرر خاصة مدينة الموصل ذات الأهمية الكبيرة، يكون فرص للذهاب إلى الاستفتاء. أنا الآن نحن نبحث عن الاستفتاء وليس لم نقول الاستقلال. الآن عملية الاستفتاء المطالب بها هي، بما أنه ليس مخالفة للنظام الاتحادي ولا للدستور العراقي، فالاستفتاء من قبل الشعب الكردي لبيان مدى رغبته في العيش في الفترة القادمة، يعني أنا أعتقد هو هذا حق مشروع من حقوق المشار إليها في كل المحافل الدولية والأمم المتحدة عندما يطالب الشعب بحق تقرير المصير. نعم سيد محسن. السيد مسعود البرزاني من بروكسل يحذر من حرب دموية إذا لم يتجه الكرد نحو الاستقلال، ويقول لست متفائل وأتوقع حدوث أزمات. يعني كيف تعلق على هذا الكلام الخطير؟ هل هي رسائل إلى قوى سياسية معارضة للاستفتاء؟ هل نشهد الآن رسائل واضحة هذه المرة؟ لا، هو بالتأكيد أولا هذه الزيارة تعتبر من اللجنة العليا، لجنة الاستفتاء العليا التي شكلت وفود لزيارة الدول الأوروبية وكذلك الدول لجوار العراقي والدول الإقليمية وكذلك إلى بغداد. هذه الزيارة الأولى لهذه اللجنة العليا للاستفتاء برئاسة السيد الرئيس مسعود البرزاني إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يعني هي خطوة إيجابية مهمة لإيصال هذه الرسالة، حتى تكون هي رسالة واضحة للشعب العراقي بأن هي رسالة سلام وحقوق مشروعة ومطالبة شعب عبر هذا التاريخ الطويل من التضحيات والنضال أن يطالب بحقوقه، وأن هذه الرسالة أمام الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي. هو بالتأكيد يعني الرؤية غير واضحة والأمور غير واضحة في كل هذه المنطقة ومن ضمنها العراق. يعني داعش القضاء عليه بالموصل يحتاج إلى فترة أخرى، القضاء عليه في مناطق أخرى، يعني هناك جيوب كبيرة كثيرة حصلت يعني على شكل عصابات يوم أمس في مناطق الشرقاط، وهناك في الهيت وعانة وراوة، وكذلك في الحويجة وتلعفر. المهم نحن مصرين على القضاء على داعش، ولكن هذا الفكر لعله يجب الحيطة والحذر. فلهذا السيد الرئيس يعني يحذر بأنه يجب أن يكون هناك تعاون دولي للقضاء على داعش وكل آثار داعش، لأنه هذا التنظيم تنظيم يعني رهيب بتفاصيله، دمر مدن ودمر دول، يعني هذا التنظيمات داعش. فلذلك هناك تخوف من ظهور صورة أخرى مشابهة لداعش في هذه المنطقة، وأيضا تشكل حرب أخرى. فلذلك هو من حقه أن يبين أمام البرلمان الأوروبي وأن يحذر الآخرين بمثل هذه الأمور التي لا سمح الله أن تحصل. ولكن سيد محسن، يعني عندما يتحدث السيد مسعود البرزاني عن عدم تفاؤله بالمرحلة المقبلة وأيضا عن توقع حدوث أزمات كبيرة في المنطقة، ألا يعني يجعل البعض يرون أن حتى الاستفتاء اليوم ليس حلا للكرد؟
والله هو يعني احنا نريد نوصل رسالة يعني حقيقة يعني للشعب العراقي بالذات ولكل الشعوب الأخرى يعني بأنه الاستفتاء يعني كما بين سيادة الرئيس أيضا قبل فترة والقيادة القيادة الكردية بأنه هناك بعد الاستفتاء مرونة لتوضيح الأمور. يعني هي مو معناتها يعني الاستفتاء هو الاستقلال، يعني أولا خلينا نكون أمام هذا الواقع بأنه هذا استحقاق للشعب الكردي بأنه يعبر عن إرادته ضمن هذا الإطار الذي هو الاستفتاء. بالنسبة للاستقلال يحتاج إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية ومع العراق، هناك أمور شائكة يجب أن تحل، مشكلة النفط والمياه والحدود وأمور كثيرة. ولكن الآن نحن نقول بأنه بهذه الفترة لأن الأمر يتطلب بأنه الشعب الكردي يعبر عن إرادته ويعبر عن رأيه، وهذا هو المطلوب حاليا وليس أكثر. نعم، يعني سيد محسن الكل مع الشعب الكردي في 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 إرادته، لكن أنتم الآن في 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 طور الاستفتاء وتواجهون معارضة داخلية من قبل الحلفاء والأصدقاء والأضداد، كيف بالاستقلال ولماذا تصرون على هذا التوقيت 25؟ يعني أنا حتى تكون الأمر واضح، الاستفتاء يعني مو استفتاء لشخص رئيس الإقليم، هو الاستفتاء قضية قومية كردية، طموح شعب عبر كل هذه المعطيات والتضحيات يريد يعبر عن إرادته في هذا الاستفتاء. والخلافات اللي تسمعها أنت أنا أعتقد هي كلش قليلة جدا، يقودها يعني تنظيمات سياسية كتلتين، كتلة التغيير والجماعة الإسلامية فقط، كل الكتل الأخرى الحزبية والأحزاب الكردية الكبيرة والمكونات الأخرى في إقليم كردستان هي اجتمعت وهي قررت، وهذا شيء يعود للشعب لا يعود لحزب معين. وأنا أعتقد هم حتى هذه الأحزاب التي ما تحضر الآن أو ما تأي فقرة لا سمحت لي سيد محسن، أنا قصدت المعارضة الداخلية معارضة عراقية ولم أقصد أطراف في إقليم كردستان، والخارجية دول أصدقاء وحلفاء إلى شعب كردستان وحكومة كردستان. أنا حتى تكون بصورة واضحة، يعني أي تأثير على الشارع الكردي من هذه الجهات التي ترفض الاستفتاء بها دوافع سياسية، دوافع هي لقضايا حزبية اللي هي ترفض، هم خلافاتهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن هذا طلب الاستفتاء هو طلب عام للشعب الكردي، وأنا أعتقد بأنه هذه الطلباتهم هي ليس لها أي تأثير على الشارع الكردي. بالنسبة للأطراف الأخرى يعني خلينا نكون واضحين جدا، يعني عبر التاريخ يعني نعم سيد محسن السعدون النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك.